بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد أبو دا محمد الأمين، ممثل شباب ولاية تمنراس بالمجلس الأعلى للشباب. من منطلق من لم يشكر الناس لم يشكر الله، الشكر موصول للسيد رئيس الجمهورية إعطاء الشباب هذه الفرصة من خلال هذه الهيئة الاستشارية لدى رئاسة الجمهورية باش نلحقوا بها انشغالات الشباب، خاصة انشغالات شباب ولاية تمنراس وعموما شباب الجزائر عامة. والذي نأمل من هذا المجلس إن شاء الله أنه يكون بادرة خير وموقف خير إن شاء الله، اللي راح يغير يعني كثير من الأمور اللي راهي عالقة، كثير من الأمور اللي راهي يعني شائكة في سواء في جنوب الجزائر أو في الجزائر عامة. وشكرا.